أنت قاعد تبرم بها في مدينة من القرن السادس عشر. نحن لا ننصح باستخدام السيجار. Hasta la victoria siempre. صباح الخير من قلب بلازا بيها، الساحة العتيقة في مدينة هافانا اللي أسسها الإسبان في القرن السادس عشر. هنا عاصمة كوبا، ولكن كوبا أكثر من مجرد أغنية هافانا أو نانا المشهورة اللي مكسرة الدنيا في العالم، وأكثر من مجرد الحاجات اللي يجوا عليها السياح زي الشواطئ التركوازية اللي يجوها السياح من كل مكان في العالم عشان يتسطحوا قدامهن ويشربوا المخيط والرم المشروبات الكحولية المشهورة هنا، ويدخنوا معهن السيجار الكوبي المعروف حول العالم بالجودة متاتة. كوبا وهافانا أكثر من هكي. هنا البلاد اللي اختارها تشيفارا عشان يبدأ فيها نضاله وتبناته، وهي نفسها البلاد اللي احتضنت الأديب العالمي إرنست هامينغوي لعدة سنوات. للأسف زيارة أغلب السياح هنا سطحية وما يخدشوش باتجاه الطبقات العميقة اللي فيها. عشان هيك قررت أني لما نوصل هنا لهافانا ما نبدأش تصوير فيديو أول ما نجي. قضيت فيها أسبوع، بعدها مشيت لثلاث مدن كملت، وتو رجعت لهافانا قبل كم يوم، وتو حسيت ان الوقت مناسب عشان نصور الفيديو هذا ونحكي عن تجربتي واللي شفتها في البلاد. Buenos días. Queremos dos pizza queso. Dos queso. Sí. Hola. ¿Tiene atún también o no? No, atún. يا ودي تدلع انت يا عمار. قول بك عندهم تون يا رجل حاجه صح. لسبب ما هنا أكثر أكلة مشهورة في الشارع تلقاها البيتزا. كل شارع هنا في هافانا لا يخلو من محل ولا اثنين ولا ثلاثة يبيعوا في البيتزا. أسعار رخيصة، هذه بخمسين بيسوس اللي هي تطلع حوالي خمسين سنت، وتلقى حتى أغلى منك، تلقى من دولار إلى اثنين دولار في المطاعم الشعبية، وتصل إلى ثلاثة دولار في المطاعم الراقية. بين ظفرين راقية. هذا عمار معايا في الرحلة أنا. قاعدين في الجولة متاعتنا اللي خلانا نصم دو في كوبا أكلتين، ماشي؟ لأن أكلهم معبي باللحم الخنزير. لكن احنا خلينا نصمدوا البيتزا والاكلات البحريه. البحريه الجمبري اللي بالاسباني شنو؟ كامارونز. الكامارون كامارو الفطور كامارو غدا كامارو عشاء كامارو. السمك مش كويس راه عند تحت ما عجبنيش، حتى البيتزا عجينتها تقول ناقصه خميره ولا في واجد. انت في كوبا انت لو عايش انا شنو تدير؟ كيف تتحمل انت في كوبا؟ نفتح مزرعه ونرجع فلاح. شوف لما تسمع كلمة كوبا هيخطر في بالك حاجات وجدات، من بينهن الثورة والاشتراكية والشيوعية، وأسماء زي تشيفارا وزي كاسترو الرفيقين اللي داروا الثورة مع بعضهم، واحد منهم بعدها تحول إلى رئيس والثاني تحول إلى رمز للنضال حول العالم، يلبسوا في صورته على التيشيرتات بل ويحطوا فيها لأجسامهم كوشم. Okay, if I ask you in one word, what's your opinion in Che? In one word. I told you. No, no, in one word. Brave. خلوني أعرفكم بكوبا. تخيل روحك قاعد في بلادك في أمان الله، تاكل في كصب السكر قدام الشواطئ الساحرة، ويجيك واحد براني يقول لك نبي نكتشفك. تقول لا أنا حنكتشف روحي أموري طيبة. يقول لك لا حنكتشفك وبنكتشف بلادك. هذا إدارة كريستوفر كولومبوس لما جابتها الطريق بالغلط هنا. جاء كريستوفر يا سيدي وجاب معه الإسبان لتعمير الجزيرة على الطريقة الإسبانية، ولكن أهل الجزيرة بينهم رايق صيد زراعة راحة، قالوا لا نبي نستعبدكم تعمروها لي، فرفضوا. اذا بيهم يلقوا نفسهم يتم تقتيلهم، واللي يهرب منهم هرب الى اطراف الجزيره. المرحله اللي بعدها يتم استبدالهم بافارقه جابوهم من افريقيا لاستعبادهم عشان يحلوا محلهم. يمر الزمان على كوبا وتمر عليها عده حقب وعده حروب،
شيء إسبان، شيء أمريكان، شيء إنجليز. لأن ما وصلنا لليوم اللي هو فيه شعب مكون من ثلاث عرق، عرق أصولة أوروبية وأكثرهم إسبان، وعرق آخر أصولة أفريقية من الأفارقة اللي تم استجلابهم هنا لاستعبادهم، وعرق ثالث عبارة عن خليط بين العرقين الأولاد. With the mix of African people and Spanish people, they create the criolla. كوبا الجميلة هذه تعيش في الماضي، لكن مش باختيار. قبل ما نديروا جولة بالسيارات الكلاسيكية لازم نكونوا في الستايل المناسب. تراي جانجستا؟ طبعا في خطين، في اما خط اسود يا اما خط قهوي، تختار المقاس انت اللي يناسب راسك. است ستيلو بنما او كوبا كيز ماس فاموسو؟ اي بنما. بنما كلارو. اوكي كيريموس دوس. اها كوانتو كوستو؟ Esos se venden en 30. Ajá. ¿Los dos 30? No, wow. No te voy a decir eso que estamos grabando. Valen en 30. Yeah. Y te lo, en moneda nacional. Estoy dos, cliente siempre. Yo lo sé. 2100. الوحدة ب 2000 تعتبر غالية، وفي الشارع تلقى حاجات أرخص من هكي. لكن الفرق ميزتها كي ماتيريال؟ توكية. توكية؟ باها توكية. أحسن من هذين اللي تلقاهم في الشارع. شوف ايش الدين. No lo puedes tener doblado todo el día. Es un rato nada más para viajar. Una hora, media hora, no todo el día. بينما هذه اللي هي تعتبر من جودة أقل. ¿Cuánto cuesta ese? Ese vale 15. بينما هذه اللي هي ب 15 دولار أرخص، وتلقاها حتى في الشارع ممكن ب 10 دولار. الجودة متاعتها تنفعش. هذه ما تقدرش تثنيها. هذه تثنيها تكسر. شايف الفرق في الجودة أنت؟ الأخرى أنسب للسفر. وش اسمها جراسيس؟ خلوني نوريكم الحاجة الجميلة اللي شتوا بنركبوا فيها. السيارة اللي تشوفوا فيها خلفنا هذه سيارة شيفروليت بيلير من سنة 1955. حنطلعوا بها في جولة مع سانتياغو و سينيور غاربورو. أقدم سيارة نركب فيها يا جماعة 1955. أوه. انت اذا تركب السياره هذه في اي مكان ثاني في العالم تجربتك مش حتكون مماثله ابدا للتجربه اللي تعيشها في هافانا. علاش؟ انت مش بس في سياره كلاسيكيه، انت قاعد تبرم بها في مدينه من القرن السادس عشر. انت قاعد تشوف المباني القديمه العتيقه بالطراز المعماري اللي داروه الاسبان اول ما وصلوا هنا. اللي نبدو كممثل ليبي. We're making this movie about Havana, the story of Havana. الشارع اللي خشينا له تو بالسيارة من أكثر الشوارع الحيوية هنا اسمها البرادو. الإسبان داروا الشارع هذا عشان يمثل شارع البرادو اللي موجود في قلب مدريد. فحتشوف التشابه الكبير بيناتهم. هلا هلو هلا هافانا نا 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 هلا ما هارز هافانا نا 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 بابي. ماشي وقفنا عند صورة جفارة، خلينا ننزلوا عندها. في ميدان الثورة حتلقى مباني مهمة جدا، المبنى هذا بتاع القوات المسلحة، ومقابله هنا مبنى وزارة الداخلية مع صورة جفارة، والمبنى اللي عليه صورة كاميلو سيان فويغوس مبنى وزارة الاتصالات. وهنا حتلقى عمار قاعد يصور بالسيجار. نحن لا ننصح باستخدام السيجار، لكن حتى ما ننصحش به. اوكي ميدان الثورة اللي كان فيه فيديل كاسترو يخطب في الجماهير 6 ساعات 7 ساعات، الحشود قدامه يهتفوا باسمه. لكن اليوم الميدان فاضي بالمساحة الشاسعة متاعته، حتلقى فيه بس السيارات الكلاسيكية يجوا عشان يصوروا مع صورة جيفارا مع صورة كاميلو سيان فويغوس. اوكي انا متأكد انكم تعرفوا جيفارا البطل الثار اللي حرك دول والان تو اصبح رمز من رموز الثورة في العالم. وتعرفوا اكيد فيديل كاسترو اللي هو كان مع جيفارا في الثورة اللي داروها هنا، وبعدين تحول فيديل الى رئيس الدولة هنا، بعدها صنف في النظام متاعه الى النظام ديكتاتوري. ولكن الثالث اللي تشوفوا فيه هنا اللي هو كاميلو سيان فويغوس، واللي هو كان رفيقهم في الثورة اللي داروها، والثورة كانوا 4 أشخاص اللي داروها. رابعهم كان راول كاسترو واللي هو اخو فيديل كاسترو. When he decided to leave Cuba,
in 1865. It was basically like a farewell letter declaring what was happening at that time. Some other countries in the world are waiting for my simple support, my simple help for their own fight. It's such a nice letter if you get to read it. Hasta la victoria siempre. His signature, I mean the farewell, how he decided to end the letter. Asalto. Por favor. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. المدخل متاع المقبرة اللي شفتوها قبل شوية، البوابة الستايل متاعها الكوبيين يقولوا عليه مداهر أو يقولوا عليه موريسكو، ويقصدوا بها الموريسكيين اللي كانوا موجودين في الأندلس. هذا الستايل متاع البناء متاعهم ومستخدم تلقاه هنا. كريستو منطقة يقولوا لها كازابلانكا، حرفيا الدار البيضاء، لكن ما زلنا قاعدين في هافانا. الاطلالة تلقاها على الخليج، تلقى هنا اغلبية الناس اللي يشوف كابلز جايين يشوفوا في المكان الرومانسي هذا، والمحيط الاطلنطي قدامك حتى هو. ولكن اللي يلفت انتباهك تمثال متاع الكريستو اللي خلفي هذا. التمثال ممكن يذكرك باللي موجود في البرازيل في ريو دي جانيرو تحديدا، تلقوه موجود في اماكن وجدات حول العالم، في مدينه كالي في كولومبيا وفي المكسيك وغيرا وغيرا وغيرا. لكن هذا عنده قصه غريبه ومختلفه شويه. لما جاء تشي جيفارا وكاسرو عشان يديروا الثوره متاعتهم هم ورفقائهم ضد النظام متاع باتيستا في كوبا، زوجة باتيستا مارتا دارت دعوه للسيده مريم وقالت لها نبيك تنقضي حياه زوجي، وفي المقابل انا حنبني لك التمثال هذا، هو تمثال كريستو. وفعلا وصلت عليه 77 قطعه رخام مباشره من ايطاليا، جابوهن هنا وبنوا بهن التمثال هذا. ما نربطوهاش ببعضها، ولكن اللي صار فعلا ان باتيستا قدر يهرب. إطلاق النار اللي حيصير توا يصير كل يوم هنا الساعة 9 في الليل. له مئات السنوات تقليد بدوه الإسبان عشان يحموا المدينة من القراصنة لما بيسكروا القلعة بالمدفع، يعني إنهم حيسكروها الساعة 9. النار والعة في الشقة يا برو، الشقة. تخيل روحك تقف قدام الثور وتبصق في عينه. هذه الثورة اللي داروها جيفارا وكاسترو ورفقائهم كأنهم بصقوا في عين الولايات المتحدة. بدأ الصراع بين الخطاب الرأسمالي والاشتراكي. النظام السوفيتي طبعا وقف مع كوبا، عدو عدوي صاحبي، بالذات لما يكون شيوعي، لدرجة أن النظام هذا عطى مجال لروسيا يستعمل كوبا كأرضية لأسلحة الدمار الشامل. العلاقة بين النظامين كانت الحائط اللي مستندى عليه كوبا. لكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي كيف تقدر كوبا تصمد في وجه الحصار؟ حصار اقتصادي جائر ونظام اشتراكي، هن الخلطة المثالية للطوابير للفقر. ويتوقف الزمن هنا فوق من 60 سنة. السيارات بألوانها الكلاسيكية الفاقعة بحلاوتها المرة، إن ما عندهمش حل ثاني. بعيدا عن موضوع السيارات، صار معايا صدمة واليوم وصلت. كنت بنشري حاجات فدورت على محل مواد غذائية أو سوبر ماركت، ندور وما نلقاش. نسأل في الناس في الشارع يشيروا لي على محل، قالوا لي وقف هنا. وقفت فوق من الساعتين لدرجة إن صديقي اللي كان معايا مشارقت في الحديقة، وبعد جاني الدور دخلت ما لقيت شيء. رف عليه مكرونة ورف عليه مربى ورف عليه بشكوط وشوية منظفات، هذا هو. بعد سألت اكتشفت ان عندهم 3 انواع من الاسواق. سوق اسمه بوديغا، عبارة عن جمعية استهلاكية
جيب كتيب الهائلة تستنى ساعات طويلة ومن حقك عدد معين من الحاجات في الشهر. لحظة كتبهن أنا، خليني نقول لكم القائمة. عندك في الشهر 7 كيلو رز، نص كيلو فاصوليا، 3 سكر، 2 سكر أسمر، الزيت نص لتر بس، قطعتين صابون، واللحم مرة واحدة في الشهر. وإذا عندك أطفال عمرهم أقل من 7 سنوات من حقك تأخذ حليب. نحن نحكي على حاجات فقط تخليك ما تموتش من الجوع. وفي نوع ثاني من المحلات اللي هي تشتغل بالبطاقة، البطاقة اللي لازم تكون شحنها باليورو في البنك، والنوع هذا من المحلات فقط حوالي 10% من الشعب يقدر عليه. نحن نحكي عن الناس الثرية جدا والناس اللي عندهم أقارب برا ويبعثوا لهم في الدولار واليورو إلى داخل كوبا، لأنه ما تقدرش تأخذ يورو من البنك، يقولوا لك ما فيش نموذج، وهي طبعا توزيعة المقصود بها أنهم مش هيعطوك عملة، بينما اليورو في السوق السوداء غالي ما يقارب 4 أضعاف السعر الطبيعي، وبالتالي الناس ما تقدرش تشري به. أما النوع الثالث والأخير من الأسواق هن محلات تشري فيهن بالكاش، لكن طابور طويل. وهنا القاعدة تقول ما تكتبش قائمة بالنواقص، اشري اللي يجي قدامك. يعني تبقى محتاج مكرونة تمشي للسوق تلقى روحك شريت بازيلا، خلاص هذا الموجود. الحياة في كوبا صعبة، تشوفها في انستغرام الزوار السياح ملونة وتصدح بموسيقى السلسة، لكن أنا شخصيا ما نقدرش نعيش هنا. عرقيل الحياة أكثر من أي مكان شفته. وعلى فكرة أنا من ليبيا، مرينا ونمروا بعدم استقرار متفاوت، بس في بلدان واجدة حول العالم عندك طرق تقدر تصمد بهم، وعندك طرق عشان تنجح، تبذل مجهود، تفكر خارج الصندوق، لكن هنا الصندوق مصمم أنك ما تطلعش منه. ومع هذا الناس تستمتع بأبسط الأشياء، ابتسامتها كبيرة وطالعة من القلب. الحصار اللي تعرضوا له خلاهم يقدروا التفاصيل ويعيشوا اللحظة، ورغم الطوابير الطويلة وضيق الخناق ما فيش فوضى، الأمن أعلى ما يكون، والناس منظمة كأنك عايش في ألمانيا مش في كوبا. لدرجة أني بقيت نسأل فيهم ليش الناس ما تتعركش مع أن المعيشة ضنكة. قالوا لي كلمة جميلة نختم بها الفيديو، بما أن التعليم مجاني هنا أغلب الناس متعلمة تعليم عالي، والمتعلم راقي بأسلوبه، وفوق من هذا كله الناس تحب بعضها. هاشتك لك والجارك، وحوشك هو حوشك، والكوبي يتمنى للكوبي الخير. عايشين في الأزمة مع بعضنا ونصمدوا فيها مع بعض.